السلام عليكم ورحمة الله، أنا إسراء المغربي. في فيديو النهاردة هنبدأ نتعرف عن الـ CSS3 وناخد كام خاصية من الخواص المهمة الموجودة فيها. هنعرف الـ Border Radius والـ Box Shadow والـ Transform والـ Background. أول حاجة، إيه هي الـ CSS3؟ هي إصدار حديث من الـ CSS فيها إضافات لبعض الخواص زي الأنيميشن والخواص الـ 3D، وعشان مش كل الخواص دي بتكون مدعمة من كل المتصفحات، ففي حاجة اسمها prefixes بنستخدمها مع الخواص عشان تقدر تتعرف على الخاصية دي. فمثلا لو الخاصية مش متعرفة على كروم أو سفاري، فبنستخدم البرفيكس webkit، وهنعرف بنكتبها ازاي دلوقتي في الكود. مثلا firefox تبقى moz، اوبرا بتبقى او، زي ما مكتوب عندنا بالشكل ده. عشان اعرف البرفيكسز دي مضطر اكتبها لكل الخواص؟ لا خالص، كل اللي هنعمله ان احنا هنيجي هنا على جوجل، وفي سايت اسمه كان اي يوز، بندخل ونشوف عليه الخاصيه اللي انا عايزه استخدمها وهي مدعمه ولا لا ومحتاجه بريفكس ولا لا. يعني لو جيت هنا وشفنا ده مثلا البوكس شادو، تمام، هنلاقي ان هو في سفاري بيكون سبورتد ويز بريفكس زي ما مكتوب فوق كده في السبورت انفو، وهكذا. طيب نشوف في كروم، هنقول هنلاقي ان هو برضو سبورتد باستخدام البريفكس. ازاي؟ ان احنا بيكون عندنا الكود بنكتب البريفكس الاول، وبعد كده بنكتب جنبيها اسم الخاصية، وبعد كده بنكتب الخاصية لوحدها طبعا بالفاليو في كل الحالات دي. طيب انا ممكن اعمل حاجة زي كده، ان انا بعد ما بكتب الخاصية بروح اشوف ان هي سبورتت ولا لا ومحتاجة بريفكس ولا لا، وهكذا. بالمناسبة البريفكس دي مش حاجة ثابتة، لان طول الوقت في تطوير للخواص، عشان كده في وقت من الاوقات احنا نبطل نستخدم البريفكس دي. في عندي هنا سايت تاني اسمه اوتو بريفكس CSS، ده كل اللي بعمله ان انا بعد ما بكتب الكود بتاعي في CSS باخده كوبي وبحطه هنا، بعد كده بعمل ابلاي، بيقوم جاي هو مطبق ومزود لي البريفكسز لو كانت البروبرتي بتاعتي محتاجة بريفكس. يعني لو جيت هنا ومسحت الكود ده كله، كتبت الكود اللي انا عملته، كل اللي هعمله ان انا هعمل ابلاي كده، فيقوم جاي ظاهر لي الكود بالشكل ده بال CSS3. كده كان اول جزء معانا، ان احنا عرفنا ايه هي ال CSS3، ايه هي البرفكسس، وهنكتبها امتى وبنكتبها ليه. تاني حاجة بقى هنتعرف عليها، نبدأ بقى بالخواص. لو جينا نشوف الخواص بتاعت ال CSS3، خواصها كتير جدا وكلها مهمة ومفيدة، بس احنا هناخد الحاجات الاكتر استعمالا، واللي عايز يعرف اكتر هيقدر يعرف من على W3School او اي سايت تاني زي Stack Overflow. هنبدأ بالبوردر ريديوس. ايه هو البوردر ريديوس؟ زي ما احنا خدنا في الـ CSS، ان انا لو عندي مثلا div بالشكل ده موجود في الـ HTML مكتوب فيه تكست كده، وبعدين حطيت له انا في الـ CSS background color، وحطيت له width وبادنج وبوردر ومارجن بالشكل ده، خلينا نخلي البوردر بتاعه سوليد. هنيجي نشوف شكله، هنلاقيه بالشكل ده، تمام، مفيش اي مشكله. الجديد في البوردر ريديوس في السي اس اس 3، الجديد ان انا في الاول اما عرفت البوردر قلت بوردر ريديوس، وبعد كده كنت بدي قيمه زي مثلا 25 بكسل. هيجي اشوف الشكل بتاعها هنا، هلاقيه بدا يعمل لي كيرف بالشكل ده. زي ما خدنا في المارجن والبادنج، ان انا اقدر ادي كل جانب من الجوانب دول قيمه معينه. بمعنى ان انا كنت واخده في المارجن ان انا اقدر ادي مارجن توب ورايت وبوتوم وليفت، اقدر اعمل كده في الريديوس، وده بيديني اشكال كتير مختلفه للصفحه بتاعتي. فكل اللي هعمله ان انا هاجي هنا، دي كده القيمه دي اتطبقت على كل الجوانب، اقدر اخد سبيس واعمل قيمه تانية. كده ايه اللي حصل؟ القيمه الاولى دي اتاخدت للتوب بوتوم، والقيمه الثانيه رايت ليف. فلو جينا نشوف شكلها هنا هنلاقيه عمله كده، خد من التوب، هو بقى مش هنا هتبقى توب، هي هنا هتبقى توب ليفت وتوب رايت وبوتوم رايت وبوتوم ليفت. فنفس الترتيب هنلاقي ان هو ادى 25 بكسل الراديوس، وبعد كده 50 25 50. طيب انا اقدر ادي كل جانب من الجوانب دول قيمة مختلفة، فهلاقي ان انا لو عملت هنا مثلا 70 بكسل، ده هيتطبق على الجانب اللي تحت في اليمين، تمام. وبعد كده لو قلت هنا 100 بكسل، فده هيتطبق على الجانب اللي تحت في الشمال. نيجي نشوف الشكل كده، هنلاقيه بقى بالشكل ده، نقدر نعمل بيه اشكال كتيرة طبعا. طب هل انا المفروض اكتب بالبكسل بس؟ لا، انا ممكن احط هنا القيم تكون بالعلامه في المية، بمعنى ان انا اقدر اقول ان هو ياخد من التوب ليفت والبوتوم رايت 50%، وان هو ياخد من التوب رايت والبوتوم ليفت سي مثلا 30%،
ونشوف الشكل هيكون عامل ازاي. هنلاقيه عمل بالشكل ده. طيب انا مش عارفة اتحكم كويس في الاشكال، عندي حاجة من الاتنين، ممكن افتح هنا. انا لو جيت اصلا وكتبت قيمة واحدة بس، لو عملت هنا 50% بس من غير التانية، فده هيكون 50% على كل الجوانب، فهنلاقيه بقى بالشكل ده. تمام، ليه ظاهر شكل بيضاوي؟ عشان انا مدياه الويدز بتاعه 200 وسايبه الهايت اوتو، لكن لو جيت اديت هايت نفس قياس العرض هلاقي ان هو بالشكل ده، هايت 200 بكسل هو كمان، فهنلاقيه عمل شكل دوري. وطبعا نقدر نظبط التكست زي ما احنا عايزين بالخواص بتاعت التكست اللي كنا واخدينها في الـ CSS. انا ممكن اعمل واجرب براحتي واشوف اشكال مختلفة وطرق مختلفة في ان هي تظبط لي الشكل اللي انا عايزة اطلعه. وممكن برضو نشوف في سايت هنا كل اللي كتبته ان انا كتبت shapes of CSS 3، في الـ CSS tricks ده هنلاقي ان انا اقدر اعمل بالخاصية دي البوردر radius اشكال كتير جدا، زي ان انا اقدر اعمل سيركل، مثلث، وهكذا. يعني احنا لو جينا نشوف مثلا شكل المثلث ده هنلاقي ان هو ما اداهوش طول وعرض، هو اداله بوردر بس من جوانب معينه، تمام، وبعد كده اداله بوردر توب. فظبط كل ده بقياسات محدده ظهرت لي الشكل ده. نقدر نعمل بقى حاجات كتير اكتر من كده بكتير، يعني نقدر نعدل كمان في الكود هنا. يعني لو غيرت ده وكبرته مثلا شوية، زي ان انا خليته 70، هنلاقيه الحجم بتاعه اتغير، وهكذا. نقدر نغير في الكود ونشوف الشكل اللي انا عايزاه لو عايزة اوصله من شكل هو عامله بطريقة اسهل. تمام، هنلاقي اشكال مختلفة وكتير جدا نقدر نستخدمها على طول، نقدر نعدل فيها ونقدر ناخدها نحطها على طول في الصفحة بتاعتنا اللي احنا حابين نعمله وهنعمله. ده كانت اول خاصية معانا البوردر ريديوس. تاني خاصية هنعرفها في الـ CSS 3 هي البوكس شادو. من اسمها هي بتعمل شادو للبوكس بتاعي او للكونتينر بتاعي، ليها 6 قيم. ال6 قيم دول هنبدأ نشوف هقدر استخدمهم ازاي. كل اللي انا هعمله ان انا هاجي هنا، تمام، نمسح بقى الريديوس، نكتب بوكس شادو، ده اسم الخاصية، وبعد كده نبدأ نشوف الفاليوز بتاعتها. أول قيمة اللي هي عبارة عن الهوريزنتال شادو وبتتقاس بالبكسل، فأنا لو هقول له مثلا 20 بكسل، هو كده عارف إن ال20 بكسل دي هتبقى شادو بالنسبة للإكس أكس. طيب تاني قيمة بتبقى الفيرتيكال شادو، فلو قلت مثلا 40 بكسل، ممكن نشوف الكلام ده كده في الأول، هنلاقيه عمله كده. اللون باي ديفولت بيكون لونه أسود، فلو جيت اشوف شكله كده هلاقيه ان الشادو اتحرك من الاكس 20. طيب الديفولت بتاعه ان هو بيتحرك ناحية اليمين، لو عايز اخلي الشادو يبقى موجود ناحية الشمال بحط القيمة بالسالب. يعني هاجي هنا وهقول ان هي سالب 20 ونشوف شكلها هيكون عامل ازاي. هنلاقي الشادو اتحرك 20 ناحية الشمال. وبالمثل الفيرتيكال شادو لو جينا نشوفها هنلاقيه اتحرك ناحية الباتوم. طيب عايز اغير القيمة دي لفوق فخليها سالب فتظهر بالشكل ده. كده احنا خدنا لغاية دلوقتي قيمتين في البوكس شادو. القيمة الثالثة بتكون ان انا اعمل عليه بالر، ونقدر نحددها بايه؟ بان احنا نعملها بالبكسل، وكمان بتكون موجبة بس مفيش منها قيم سالبة. فلو جينا نشوف الكلام ده كده نخليها تاني موجب، ونيجي نقول البالر مثلا يكون 50 بكسل ونشوفها كده، هنلاقيه اتعمل بالشكل ده. ممكن نبدأ نغير بقى من هنا عشان نشوف، بدل ما نرجع للكود ونعمل كل ده، ممكن نخلي ده، نبدأ نحط قيم. احنا قلنا اول حاجة الهوريزونتال والفيرتيكال، ودول القيم الاساسية، دول اللي لازم يتحطوا، لو ما حطيتهمش مش هيظبط الشغل. تمام، يعني في قيم ممكن احطها ممكن ما احطهاش، زي اللون مثلا، لان هو باي ديفولت بيعمل لون. باي ديفولت بيكون البالر التاثير الضبابي بتاعه بيكون صفر، وعندي كمان قيمه السبريد اللي هو انتشاره قد ايه، واخر قيمه بتكون ان هو انست ولا اوتست، والديفولت بتاعه ان هو يكون اوتست. فنيجي نشوف القيم واحده واحده، فهقول ان هو 20 بكسل، فهنقول ان هو 15 بكسل، فظهر بالشكل ده. دول القيمتين اللي لازم يتكتبوا. بعد كده القيمة بتاعت ان هو بلر ولا لا، فهقول ان هو 20 بكسل، فظهر بالشكل ده. هقول ايه كمان؟ هقول ان هو يكون الانتشار بتاعه قد ايه، وبيتقاس برضو بالبكسل. فهنشوف، هنقول مثلا 50 بكسل، فكبر الشادو بتاعي قوي. ممكن نصغره عن كده بان هو مثلا اقول ان هو يكون 25 بكسل بالشكل ده، وهكذا. اخر قيمه، اخر قيمتين عندي لو عايز اغير اللون، فانا اقول ان هو يكون مثلا جراي
كده. ولو عايز اغير الـ ان هو يكون outset ولا inset، فهو كده outset. لو انا عايز اغيره اخليه inset، فانا هقول ان هو inset فيظهر بالشكل ده، بس هو باي ديفولت بيكون outset. تمام. لو انا بقى عايز اغير واشوف الشكل قدامي، عشان انا مش انا متخيلاه بس مش عارفه احدد القيم كويس، هنيجي هنا كده وهنختار، هندوس على البوكس ده ونبدأ نشوف القيم اللي عندي، فلاقي ان هو هنا انست، لا انا عايزاه اوتست. هنلاقي ان التأثير بتاعه على محور الاكس بالعشرين بيكسل، فانا مش عايزاه كده. نبدأ نغير هنا القيمة ونشوف على حسب انا عايزاه اعمل ازاي بيغير القيمة وبيغير الحجم والشكل بالشكل اللي انا عايزاه. فانا هقول مثلا ان انا عايزاه كده. طيب، ونقدر نغير برضو الانتشار، فلو قللناه كده هنلاقي ان هو ظبط معانا الشكل شوية، البالر برضو بالشكل ده. ونبدأ نشوف الشكل اللي احنا عايزينه، خلاص وصلنا له، احنا عارفين ترتيب القيم، ناخدها كوبي من هنا وبعد كده نحطها في الكود عندنا. ده كده تاني خاصية معانا اللي هي البوكس شادو. تالت خاصية ناخدها هي الترانسفورم. الترانسفورم بتغير وتحرك حجم العنصر بتاعنا، وليها اربع قيم اساسية. فوجينا هنا كتبنا ترانسفورم، ما ننساش طبعا البريفكسز عشان في متصفحات ما بتدعمش بعض الخواص، فيا اما ناخد الكود بعد ما نكتبه ونخليه نعمله زي ما قلنا هنا كده ويكتب لي هو البرفكسس، يا اما هنا، يا اما اكتبه انا لكل العناصر اللي موجوده في السي اس اس 3 عشان ما ننساش. طيب، الترانسفورم ليها اربع قيم اساسيه. اول حاجه الروتيت، فلو جيت هنا وكتبت روتيت، روتيت بتعمل تدوير للعنصر على المحور الاكس او على محور الواي، وبتكون القيمة بتاعتها زاوية، يعني بتاخد ديجري. تمام. نقدر نعمل التغيير ده على المحورين مع بعض، فوجيت اقول هنا روتيت اكس، ده كده على المحور اكس، فكده 2D. تمام، على الاكس والواي 2D. لما زود روتيت على الزد يبدأ يظهر لي ال3D. فقلت مثلا 150 ديجري ونشوف شكلها هيتعمل ايه في العنصر بتاعي. العنصر هنا اتعمل له تدوير. نبدأ نغير في القيم ونشوف التأثيرات المختلفة للترانسفورم. هنلاقي هنا ان انا اقدر اغير في الزاوية بالشكل ده، ده كده على المحور اكس، فهو بيغير حوالين المحور اكس. تمام. طيب، انا عايز اعمل روتيت على محور الواي، فاقول روتيت على الواي ونبدأ نشوف التغيير هنا بدرجة 45. طيب، ده كده الروتيت على الاكس والواي. اقدر اشوف قيم تانية للروتيت اللي هو الروتيت 3D، هنلاقي ان هو واخد قيم بالشكل ده، وابدأ اغير انا في الديجري هنا، فسي مثلا ان انا اقول 180 بالشكل ده. نقدر نعمل بيه اشكال مختلفة حسب ما احنا شايفين الموقع بتاعنا هيحتاج ايه. دي كانت اول قيمة في الترانسفورم. تاني قيمة في الترانسفورم هي الترانسليت. الترانسليت بتحرك العنصر، فكده انا حركته على الاكس 50. تمام. نشوف التحريك بتاعه على الواي. لو انا عملت له هنا على الواي 50 برضو، اتحرك لتحت 50. طب لو قلتها سالب 50 هيتحرك لفوق، لان زي ما عرفنا ان القيم الافتراضية بتكون الحركة لو على الاكس زي هنا كده، لو عملتها 50 فهو هيتحرك ناحية الشمال، لكن الديفولت بتاعه ان هو بيتحرك ناحية اليمين بالشكل ده زي هنا كده. القيمة التانية اللي بتكون على الواي ان هو بيتحرك بوتوم، لو حطيتها بالسالب يتحرك توب. ده كده تاني قيمة. تالت قيمة هي السكيل. السكيل بتغير مقدار العنصر، حجمه يعني. فلو جينا نشوف هنا، صغر بمقدار نص من الحجم الاصلي بتاعه، زي مثلا ان انا عايزاه 2 فيكبر بمقدار 2 من الحجم الاصلي. عندنا فاليو تانية في خاصية الترانسفورم وهي السكيل. السكيو هي عبارة عن خاصية بتعمل انحراف في العنصر بتاعي. فلو جيت هنا كده وقلت ترانسفورم، قلنا سكيو، هنلاقي ان هي بتاخد برضو قيمتين، قيمة على الاكس وقيمة على الواي، ومنها نقدر نعمل انحراف العنصر بتاعي فيظهر باشكال مختلفة. لو جينا نشوف هنا كده نقدر نتحكم في الدرجة على حسب ما احنا عايزين من هنا كده بالشكل ده. تمام. ده كده على المحور الاكس. طيب، لو شفنا القيمة بتاعته على محور الواي هنلاقي ان هو نفس الكلام، بياخد على الواي من 1 ل 360. نقدر طبعا
نظبطه بالشكل اللي احنا محتاجينه، ونخلي بالنا ان هو لو جينا نشوف هنا هنلاقي ان المارجن كمان بيتحرك معاه، لان هو element ككل، الاليمنت ده واخد بادنج واخد مارجن، كل ده بيتحرك عشان انا بعمل الترانسفورم على الاليمنت ككل. تمام، اخر طريقة اقدر اكتب بيها ترانسفورم هي ان انا اكتبه بالماتريكس. فلو قلت ماتريكس بالشكل ده هنلاقي ان هي بتاخد كام قيمة؟ 6. اول كونتين بتكون راحة للسكيل، فهنكتب مثلا 2 لـ4. تاني قيمتين بتكون للسكيو، فهنقول ان هو عايز يتعمل له انحراف بمقدار 5 لـ2. اخر قيمتين بتكون للترانسليت، فهقول ان هو يتحرك هنا 50، وهنا الحركة اللي هيتحركها هتبقى بوتوم، فسي مثلا 10 بس. احنا ممكن بقى نغير السكيل عشان السكيل كده كبير قوي، فنخليه نص لكام؟ لـ3. فالحجم بتاعه يصغر شوية، احنا الاول كنا عاملينه 4 و2 وكده، والسكيل هنا ايه معمول الانحراف بتاعه 5 هنا، سي مثلا هعمله 1 بس، هعمله 2 فيظهر بالشكل ده. تمام، ده كده كانت خاصية الترانسفورم. اخر خاصية هنتكلم عليها في الـ CSS3 في فيديو النهاردة هتكون الـ background. الـ background زي ما احنا عرفنا ان احنا نقدر نعمل background image او color، وعرفنا الـ size وان انا اقدر اعملها cover او contain، وكل الحاجات دي ليها علاقة بالـ CSS3. الجديد اللي احنا ما اتكلمناش عنه في الـ CSS ان احنا نعمل background clip، او نعرف الـ painting area بتاعت الـ background. بمعنى ان انا هنا عامله باك جراوند كولر ظاهره ازاي، نشوف كده نتاكد من الشكل بتاعها عشان نعرف الديفولت اصلا كان ايه. هنلاقي ان هي ظاهره كده موجوده على الاليمنت ككل واصله لغايه البوردر. طيب لو انا جيت هنا وغيرت البوردر بتاعي ده لدودت، فيظهر عندي بالشكل ده. تمام، الباك جراوند هنا بقى ظاهره ازاي، نشوفها كده هنلاقي ان هي ظاهرة متلونة مع حد البوردر من بره، بمعنى ان البوردر الباك جراوند بتاعته واخدة من الباك جراوند كولر بتاعت الاليمنت ده. كده الديفولت بتاعي. عشان اغير الكلام ده فهكتب باك جراوند كليب وبعد كده نشوف القيم. فهلاقي ان انا عندي حاجة اسمها بوردر بوكس. البوردر بوكس دي هي القيمة الافتراضية بتاعت الباك جراوند كليب، يعني لو جيت هنا شوف هلاقي ان البوردر كمان واخده من الباك جراوند. طب انا عايزه اغير ده، عندي قيمتين ممكن استخدمهم. القيمه الاولى اللي هي البادنج بوكس، بان هو ما يلونش الباك جراوند بتاعت البوردر، فهقول هنا بادنج بوكس فتظهر بالشكل ده. شايفين البوردر اهي الباك جراوند بتاعتها مش متلونه. في خاصيه كمان اللي هي الكونتنت تكست، فتظهر معايا بان هو بيلون ايه، بيلون التكست بس، بيلون الباك جراوند اللي موجود فيها التكست، غير كده مش هيلونه. كده خلصنا فيديو النهارده الجزء الاول من ال CSS3، اتعرفنا ايه هو ال CSS3، كمان عرفنا بعض الخصائص زي border radius والbox shadow والtransform والباك جراوند clip. لو في اي اسئله اكتبوا في الكومنت، واستنونا في فيديو جديد. السلام عليكم.